أسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا وغلا ومسهلا ومرحبا ومليون مرحبا ومبروك عليكم الشهر الكريم، عسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الظاهر هذا اول تغطيه نزلت لكم باليوتيوب. في تغطيه صورتها مبرونكو بالشكل هذا بينزل اليوم. اليوم روقان، الجو حلو، كل شيء حلو، وهالمزيون وصل تانك 500. تذكرون تانك 300 هذا الاصغر، وهذا تانك 500 اللي صورته لكم اول ما دشنوه قبل 5 شهور. وكثير منكم يقولون بندر متى ينزل متى يوصل، وصل مظبوط. عشان انت ما تلخبط، شركة هفال هم وكيل معتمد لمين؟ التانك وهفال وجريت ويل، يعني 3 فئات كلهم هم تحت، يعني تحت اسمهم كل هذه الفئات، الشركات الثلاث اللي هي هفال وتانك وجريت ويل. خلونا نركز اول شيء بهالمزيون وبنجرب لك. ما ادري من امس مرسلين لي ناس يقولوا بندر ترى وصل، هم اللي علمونا وطبعا معلمين الشركه قبل 5 ايام. هذا الموتر بنجربه، تشوفونه باخذ اسبوع كامل بجرب لكم وفصل لكم تفصيل باذن الله زي كل مره، خط حايل بر كل شيء. طيب قبل ان نبدا الفيديو هذا برعايه موقع حراج، كلكم تعرفون موقع حراج اكبر موقع لبيع السلع سواء سيارات ولا اي سلعه. نجي ندخل هنا الرئيسية، حراج السيارات، حراج العقار، حراج الأجهزة، المواشي، كل شيء كل شيء تشري تبيع أي شيء ببالك تبي تبيعه وتشريه تلقاه موقع حراج. هنا أكثر شيء يميز موقع حراج، تطبيق موقع حراج، السهولة بالبحث، بحيث أنك تقدر تسوي تضغط على الزر اللي قبل شوي حق الفلاتر، تختار صور فقط بدون معرض، سيدان، SUV، بيع، تنازل، مستعملة، مصدومة، كل الأشياء هذه تقدر أنت تختار وتتفرج وتحدد الأشياء اللي أنت تبي، وبعدين تضغط تطبيق ويطلع لك كل شيء. بحط لكم الرابط تحت وتشوفون كل شيء. وهنا عندك المنطقة، تحدد المدينة، يسهل لك البحث بشكل كبير. راح أحط لكم الروابط كلها تحت بالوصف. بشكل سريع أول شيء بأخذ لكم بس الشكل الخارجي والداخل والتفاصيل خفيفة كمواصفات والأشياء الثانية والتجربة والأشياء الثانية نخليها إن شاء الله لا خلصنا من تجربة هالمزيون. طبعا راح يكون الماكينة 6 سلندر تيربو بقوة 348 حصان والعزم 500 نيوتن، والجير راح يكون 9 سرعات. 9 سرعات يا الحبيب، طبعا في دفلك وفي هزاز وفي دبل ثقيل ودبل خفيف. والسعر اول شيء بتقول ادري السعر يا بندر، السعر قبل الضريبة 173,000، بعد الضريبة 199,900، يعني ب 200,000. وراح توفر فئة، حاليا الفئة هذه هي فئة الفل. شوف هذه المواصفات، ثبت الشاشة ولا بنزل لكم أحسن. شوف الواجهة الأمامية، الشبك جاي كروم، حساسات أمامية، كاميرا أمامية، الأنوار LED للد النهاري، وعندك يا طول العمر حساسات بعدد 6 حساسات. الجهة الجانبية والله ياو سكبة، مع الجنط سكبة، ولا دواسة أوتو ترى المعلومية. حجمه جاي بين براد وبين اللنت كحجم. شوف الجنط، الجنط مقاد 19. أكثر شيء أنا يعجبني صراحة بهافال، أنا موترهم هذه على حسب تجربتي من تجربتي هال5 سنين، آخر سنتين سياراتهم صارت شيء ثاني. التانك 300 من أحسن ما يكون، الدارجو نفس الوضع، هافال الجي تي بعد هذا نفس الوضع، فكل ما لهم يتطورون، كل ما لهم تكون سياراتهم بها اعتمادية وبها جودة أكثر. شغل النور بالله، بالله شوف الفخامة. يشتغل والله يا هو فخم، والله يا هو فخم. باقي سواقته، باقي سواقه. شوف سبير علاك، هنا راح يكون هنا تانك 500، وهنا حق المقبض الباب، وهذا قطعة الباب قطعة واحدة جاية بالشكل هذا. لا شوفه، ليه 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 ليه، مو معقول، مو معقول يا حبيبي، حتى والله واسع، يعني مو بالعادة يصير الصف الثالث حق بزران، هذا والله واسع ما شاء الله، يعني لا بس. يا عيني والله ما هو سهل يا الحبيب، شغل عدل. ها ما شاء الله تبارك الله، اعطونا رايكم بالله، اعطونا رايكم. تقدر تحكم بعد صفت كهرب يا ولد، يا ولد يا صديق الصيني، هذا ما خلى شيء، يعني ابو بليسك ما خليت شيء لاحد انت. شوف الله اني اقول لهم، حتى اشوى بدوا هفال، يعني بدوا يوزعون مراكز قطع الغيار والصيانه
والاشياء الثانيه حتى الاسعار الناشب لها منشبه، اقول لا ترفعون الاسعار ناشب لها منشبه، حتى هذا نشبت لهم قلت تكفون نزلوا السعر. انا قايل لهم اذا انتم توزعتوا بكل مكان بغطيتوا السعوديه سواء بقطع غيار سواء بصيانه سواء مراكز بيع، اقسم بالله بياكلون شركات كبيره، لان مؤتمرهم يا ناس ما هي مثل اول. انت اول ما تجي بتشوف الجوده في فخامه. اول ما بدأوا كسنين وبداياتهم اللي قبل كم سنه وهذا بعض الجلد بعض الاشياء ما تحس انه مو ذاك الزود، بس كل سنه يتطورون كل سنه يتطورون. شوف مساحه التخزين وين رجفت بقوه لحق يا عين على السطر، اقسم بالله يا هو فخم والله يا هو فخم. بس باقي صرفيته البنزين، انا قلت لهم تكفون ليش ما نزلتوا ديزل؟ قالوا ما جبنا ديزل، ولا والله لو ينزل ديزل نقطع خيال. بنزينه طبعا 95 ترى 95 بنزينه. شوف الشاشه 12 انش، الشاشه هذه 14 انش. شوف الجير، شوف الدلع، الجير ذكرهم بالتانك 300 ما شاء الله، مساج دلع كل الاشياء هذه ان شاء الله نفصل لكم باذن الله. والله شغل ملكي، الشغل ملكي صراحه. استور جانبيه، سماعات، التخشيب ودي لو لونه مو نفس اللون هذا عشان يطابق، ودك شيء غامق ولا شيء عشان يطلع شكل حلو بس فخم. والله يا فخم يا ناس. الحين هذا افخم جيب صيني، قبل كان فيه الجي اس 8، الحين هذا تعدى الجي اس 8 صراحه. شوفون كيف هذه الشركات كل يوم ينزل شيء جديد. شوفوا مكيف اهم شيء فوق، التكايه اللي بالنص هذه الله دلع، اقسم بالله دلع. وانا تحمست اني اسوق بسرعه. ها ما شاء الله، شو كرسي كهرباء والدلع والشغل مرتب. شوف خلنا نركب شوف مساحه التخزين وين. حلو انهم مستغلين اماكن حلوه تصير بها مساحه تخزين. و12 فولت هذا يا زين عشان لو صرت بتشبك سلك الشاحن واليو اس بي والتاي سي يصير قريب، بس تشحنه هنا وتحطه هنا، تسحب من هنا. هنا في زر حق المنحدرات، وفي هنا مثبت لا حق الاضاءه هذا معليش، وهذا الزر فاصل ما نزله. شوف الالمنيوم شلون جاي، يبي له لون تخشيب غامق، يبي له لون تخشيب غامق بيطلع تحفه. الوان الداخليه والخارجيه بشوف صوره ونزل لكم. افتح سقف البانوراما. الله دلع والله فخامه، اقسم بالله اني اشتهيت اسوق هالموتر. لا بهالاجواء الزينه. صرفيه البنزين يمشيك اللتر 10، بنزين 95. شوفوا الشاشات هذه 12 انش وهذه 14 انش، وفي سماعات لا تقل عن 12 سماعه من شركه انفينيتي. هذه الجماعه شغالين شغل مو طبيعي. هذا الهوم، هذه قريبة اللي هي شاشة اللي هي هافال هافال اتش اكس. خلوا الانظمة هذه والشاشة والسوالف هذه ان شاء الله بالتجربة باذن الله. شوفوا ما شاء الله، اوريكم الكاميرا. اوه يا عيني تتبع العكسي والدنيا. شوفوا المسح للشاشة، الله دبره ما شاء الله، وحتى اوتو بارك بعد. خل نخلي 3D. يا ولد يا عيني على الشغلة الدلع. خارج المركبة مصابيح القيادة هذه الذكية، والله يا دبرة واجد هذا، شو اللي خذيناه اسبوع؟ شنفصل لكم؟ برمضان والله الوضع متعب يا ناس، والله تصوير رمضان متعب. ستار جاي على شكل قطعة كأنه كريستال، ازرار تحكم المكيف، هذا المود وضعية القيادة، لا هذا مود حق المكيف. ديكور مرتب وشكل حلو بالشكل هذا. هذا شحن وجلس. الجير 9 سرعات، تبريد وتسخين، وزر الكاميرا هذا شفناه قبل شوي، وتستوب، نظام التفاف بعد. احنا ابو بليسه
هواي الصينيين اقسم بالله ما هم صحيين. دفرك امام دبل ثقيل ودفرك خلفي. شوف المشكله هذا ما نقدر ندخله بالجبال عشان كفراته 19. بسم الله. اوه ضيعت القياده. نقول وش السالفه؟ اذكر من هنا تغير انا بعد. تذكرونها؟ ايوه والله اني اشوى اتذكر. حركات وشفتر بعد. دلع دلع دلع. تخيل تخيل لو ابو ثلاجة حاطين زي التبريد زي المكيف يعني اشوى زين. اهم شيء انه بشي يعني هذا حد حملك هو. والله دلع والله دلع صراحة دلع. ولع النور وفلش الحين وخلص. ترى هذا اللدي للحين هذا النور يصير لك النظام فلشر كشف ضباب. والله دلع والله دلع دلعت في دلع. شوف ما شاء الله تبارك الله لمة الريوس والله يا هو فخم. المودر يا ناس سكبة سكبة. بعدين حجمه كبير ترى أكبر من برادو. يعني شوفوا جاي بين اللاند وبين برادو. بس خلصنا غالين انتظرونا ان شاء الله التجربة بعد متى نخلص ما ادري.